دورة اعداد القادة دي مهمتهم انهم يعلموك فيها اساتذة كبار بقى القوانين بتاعه الماليات والحاجات كتير جدا عشان يعدوك تبقى وكيل وزارة. انا السؤال بقى، لما بتعملوا كده مع وكيل وزارة، طب مش الاحرى انكم تعملوا كده مع البقف اللي يحكمكم؟ تجيبوا جحش يحكمكم؟ طب علموه الاول، حد يقول للبغل ده اليابان ما بتكلمش انجليزي، ياض اليابان بتكلم ياباني والمصحف، وبعدين حتى الترجمة. المهم يعني ما علينا، لقى نفسه يا عين المسكين قدام رئيس وزراء اليابان، فقال لك نملى بكلمتين نقول يا ولا يتقال في الموقف ده ولا. فحب يعمل نفسه بتاع لغات بقى، فراح قال له هاوس جبان، انا لو مكان بتاع اليابان اعتبرها تحرش. ازاي اليابان؟ اخبارها ايه؟ ايه ازاي اليابان؟ اسمع بقى، اسمع الفضايح. هاوس جبان، قال له ايه؟ بتقول ايه؟ بالكيلو بقى هاوس جبان. بص، لا بص البصه، إيه انت بتفهمش انجليزي ولا يا حمار انت؟ يعني حتى الترجمه، يعني الترجمه هاوس جبان ايه؟ يعني ايه؟ يكلمك عن السبع تلاف جزيره في اليابان مثلا؟ يكلمك عن ايه؟ يعني الراجل، بص الراجل وقف له ازاي، يعني الراجل اتصدم، وراجل خاس اصلا بتاع اليابان. فبص له، بص حضرتك بتقول ايه؟ فبص بص ياض، اطلع من دول، طلع اليابان بقى. هاوس جبان، هاوس جبان، ده انا ترجمتها دلوقتي على جوجل ترجمه، عمال احفظها لكم، نيهوما دوم نيسكا ديسكا. اعملها كده يا راجل، معاك سامسونج انت حلو بتاع نوت 10 ولا، طلعها اكتبها كده واقعد احفظها. ده العبقري فؤاد المهندس لما راح يعمل التأمينات، بوليس التأمينات على الألماظة عند المهراجة، راح قال له كيا هال هي والحاجات بتاعته دي وأي كلام. فالراجل انبسط جدا وقال له تتكلم عربي؟ بتكلم عربي يا راجل فؤاد المهندس، يا راجل العبقري في فيلم مستر اكس، راح يتعلم. وقال له على فكرة طلعت كيا هال هي دي صح، أنا عرفت واحدة باكستانية في مرة فقعدت التريق طلعت الكلمة صح، كيف حالك او ازاي حالك، كيا هال هي انت، انا طلعتها. طلع يا راجل، قول له عباس علمها لي كده، ونيهوما دونسكا ديسكا يعني. فالراجل ينبسط. على فكره العبقري انور السادات كان في سجن مقوسه وفي سجن الاجانب الاول، يعني الاول دخل سجن الاجانب بعد ما رفضوه من الجيش في قضيه تخون مع المانيا، ثم نقلوه على سجن مقوسه المنيا. فهو بيحكي بيقول انه قعد يتعلم في السجن ده كام لغة، طبعا هو ما تعلمش كام لغة، هو تعلم أشهر حاجة في كل لغة، فتعلم من اللغات دي فارسي شوية كده، فارسي يعني. فلما كان هو شغال رئيس منظمة العمل الإسلامي حاجة كده، فراحوا إيران، فاستحضر السادات بقى ذكريات الشباب بتاعته، وافتكر كام بيت شعر فارسي، فراح ضربهم في المؤتمر. المؤتمر ولع يا معلم. راجل كان بيفكر، انت رايح اليابان احفظ كلمتين جوجل ترجمه ربنا يخليه لنا، حتى لو طلعت غلط منك الراجل هيعديها لك عادي جدا، يقول لك ما شاء الله ده انت بتعرف ياباني، كان ممكن ياخدك بالحوض. انما هاوس جبان يعني حتى التركيبه، حتى لو عايز تتعلم يعني التركيبه، يعني ايه في اليابان؟ حضرتك بتسال ايه في اليابان بالظبط؟ قال لك شارع ايه اليابان؟ يعني اليابان تحت الكوبري ولا فوق المحطه؟ يابان ايه اللي هاوس جبان؟ هاوس جبان. فقال له ايه؟ هاوس جبان يا راجل.